منتهى الخضري، صفحتي بائعة الصوف، مشروعي الكروشيه وفن الأميجرومي اللي هو صناعة الألعاب. أنا بحب كثير الصناعات اليدوية، كل شيء هاند ميد، كل شيء في فن بحبه. تعلمت الورد السيراميك، ورد القماش، يعني كل الشغلات اللي بدها حب الفن تعلمتها الحمد لله رب العالمين. بس بالأخير خلاص رسيت على الكروشيه، لقيته متعة الحياة وشغفي وعشقي بقدر أقول. ممكن أعمل جواكيت، سكارف، طواقي، وبعدين الألعاب، لأنه بتحسي الألعاب بتحسي لما بشوفها أي ولد تحسي إنه هو فرحته ما عاد تنعطى لحدا، وبس تشوفي فرحة الولد قدامك أنت خلاص عندك صار طاقة، صار بيعطيكي، يعني بحس إنه بس مجرد تطلعي بولد عم يضحك جدد الطاقة سبحان الله وجدد الحياة، أعطاكي أمل بالحياة. لما بدك تطلعي قطعة محسوسة من خيط وإبرة أكيد هذا الشيء صعب، بس لما أنت بتكوني تحبي فأنت خلص تنسي تعبك أيمتى لما يخلص تخلص القطعة اللي عم تعمليها وتشوفي الحب والإعجاب بنظر اللي آخذها. مثلا لما تيجي واحدة توصيكي إنه أنا بدي لعبة فرح فيها ابني، أعطتك مواصفات معينة، فأنت بالمقابل بدك تشتغليها بحب وعناية لحتى توصل للدرجة اللي أنت بدك إياها لتعجب. بيوقفوا أيام الناس على الطاولة بالبازار بيقولوا طب يعني شلون هي مصنوعة؟ أنا بكون طول ما لي قاعدة عم بشتغل بالخيط والسنارة، وهي السنارة الرفيعة، وبيطلعوا معقول من هذا الخيط؟ طيب من هذا الخيط، ما مشان هيك لما بتجوا بتقولوا قديش سعر هالقطعة وبتلاقوا يعني بتلاقوا السعر غالي، هو مو غالي على شيء عم ينصنع من خيط. لما تكون مثلا صناعة مسواية بماكينات بمعامل ايه متعبة، بس مو مثل تعب لما انت عم تشتغلي بس من خيط وابرة طالعي قطعة مثلا هالقدة. انت بدك تحطي الصورة قدامك وتحطيها بمخيلتك بعقلك، بدك تفهميها شو هي، بدك تدرسي تفاصيلها، عيونها، تمها، عيون ملونين، عيون صغار كبار، نظارة، شعر طويل، شعر، كلها بدك تدرسيهم. فحط انا قدامي الصوره بضل متفرج عليها، انا عم جهز الالوان اللي موجوده معي يلي بالصوره، وبنفس الوقت انا عم تنطبع بذاكرتي، يعني بحس كانه مقطع شغاله. على مشوار الألف ميل ببلش بخطوه، هاد دائما بحطه ببالي انه كثير شغلات صعوبات بحياتنا كلها خصوصا هلا بالازمه، انه بتيجي تطلعي انه يعني معقول. انا من زمان بيقولوا لي انه شاركي ببازارات، شاركي بمعارض، بس بيقولوا لا 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 شيء غالي مثلا، لا شيء صعب، لا ما بلحق، لا. طيب بس اذا ما انت حطيت رجلك على اول الطريق ما حتعرفي، ولا حتعرفي شو في مخاطر، ولا حتعرفي شو في شغلات. حطي رجلك بس على اول الطريق واتكلي على الله، وخلاص باذن الله الله بييسرك.